موجز أخبار الساعة من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. أعلنت وزارة النقل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين من 10 صباحا حتى 4 عصرا اعتبارا من يوم الخميس، حيث سيكون هناك ممر خاص للسيارات التي لا تحمل حقائب، بينما لن يسمح لعجلات الأجرة أو الحمل بالدخول إلى المطار. أكد رئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري القبض على شبكات إجرامية متورطة في أكبر قضية فساد مالي تشهدها البلاد على الإطلاق، يرتبط بعضها بملف غسيل الأموال وتجارة المخدرات في دول أجنبية تصل إلى ملايين الدولارات. منحت وزارة الخارجية الأمريكية الجائزة الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر في العالم إلى المدير السابق لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العراقية العميد الحقوقي مصطفى رضا الياسري كشاهد على مكانة العراق الدولية في محاربة جرائم الاتجار بالبشر. قال مسؤولون في المنظمة الدولية للهجرة إنهم يمنحون مبلغا من المال لكل عائلة أيزيدية لاستئجار شاحنة لنقل أغراضهم من المخيمات إلى سنجار، بالإضافة إلى 2600 دولار بالشراكة مع الحكومة العراقية. اتهم تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حزب العمال بتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة عن طريق الاحتيال والإجبار بإعلانات مزورة لدورات تعليمية، مضيفا أن هؤلاء الأطفال خضعوا لتدريبات عسكرية في جبال قنديل شمال العراق. خصصت حكومة محافظة أربيل أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين بشأن قطع المياه، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مشكلة أو خلل يخص قطع المياه من أجل معالجة الأمر من قبل الفرق المختصة. تحدث شهود عيان عن نصب القوات التركية سيطرة على الطريق الرئيسي بين ناحيتي بامرني وكاني ماسي بمحافظة دهوك وتدقيق هويات المواطنين. أخيرا، حيث كشفت نقابة الأطباء البيطريين العراقيين عن وجود أكثر من 7000 خريج بلا تعيين، مضيفة أنه من المعقول أن يوجد في مستشفى بيطري طبيب واحد، وأن يقوم الإداريون بحملات التلقيح للحيوانات، وذلك لعدم وجود أطباء بيطريين. الموجز انتهى، في أمان الله.